مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية على قناة سيلينجو. بدرسنا اليوم رح ناخد les articles partitifs اللي هن أدوات التجزئة، نستخدمهم كتير باللغة الفرنسية، وأحيانا بعض الأشخاص بيوقعوا فيهم بمشاكل لأنه بيكون يعني الفرق بيناتهم مو كتير واضح وما عم نعرف مزبوط ايمتى نستخدمهم. بهذا الدرس رح ناخد ايمتى نستخدمهم وشو هنن ومع أمثلة عليهم. فرح نبتدي سوا على متى يتم استخدام أدوات التجزئة les articles partitifs. نستخدمهم وقت نحكي عن كمية غير محددة، وقت يكون عندي مثلا كمية كبيرة من الأكل وأنا عم بحكي عن جزء، بدي أحكي عن أخذ جزء منه بس مو محددة بشكل دقيق قديش هذا الجزء. فمناخد نستخدمهم للحديث عن كمية غير محددة، وكمان نستخدمها للحديث عن الأشياء غير المعدودة مثل الأطعمة والمشروبات. وبيتم استخدام les articles partitifs لتعيين جزء من الطعام مثل مثلا قطعة خبز أو قطعة حلوة. شو هن أدوات التجزئة les articles partitifs؟ مع الماسكولين سينجوليير المفرد المذكر بنستخدم du. مع الفيمينين سينجوليير المؤنث المفرد بنستخدم de la. وإذا كان عندنا فويل حرف صوتي أو أش فبنستخدم de l'apostrophe. بالنسبة للبلوريال الجمع المذكر جمع المؤنث نفس الشيء، بنستخدم معاها de. وهلأ رح ناخد أمثلة على les articles partitifs. أول مثال معنا هو j'ai acheté du fromage, de la farine et de l'avocat. J'ai acheté du fromage, de la farine et de l'avocat. يعني اشتريت الجبن والدقيق والأفوكا. بالمعنى بتجي j'ai acheté pas tout le fromage et toute la farine. ما اشتريت كل الجبن وكل الطحين، أنا اشتريت طحين، اشتريت دقيق، اشتريت الجبن واشتريت الأفوكا. هون مشان نحدد انه يفهم المستمع او القارئ انه انا اشتريت بعض او جزء. دو مثل ما قلنا للماسكولين سينجوليير، دو لا فيمينا سينجوليير، ودو ال ابوستروف هي لانه جاء الافوكا او على حرف صوتي الا. مثال ثاني tu veux boire de l'eau ou du jus de fruits. tu veux boire de l'eau ou de jus de fruits. هل تريد أن تشرب الماء أو عصير الفاكهة؟ يعني أكيد ما رح يشرب كل الماء ولا رح يشرب كل عصير الفاكهة، فهي للتعبير عن جزء من كمية كبيرة. مثال تاني je voudrais un café avec du sucre et du lait. je voudrais un café avec du sucre et du lait. أريد قهوة مع السكر والحليب. سكر masculin, sucre, واللي masculin أخذوا معانا du. كمان مثال لنفهم الفكرة أكثر tu veux du poulet ou de la viande. tu veux du poulet ou de la viande. هل تريد الدجاج أو اللحم؟ طبعا هون المعنى tu veux un morceau de poulet et pas tout le poulet. يعني انه انت بدك مرسو قطعة من الدجاج، اكيد ما رح تاكل كل الدجاج. tu veux deux poulets، ممكن يكون صدر الدجاج او فخ الدجاج، ou de la viande، ممكن مثلا تكون قطعة ستيك من اللحم او قطعة فخذ مثلا من اللحم. فالمعنى هنا جزء من الكل. مثال كمان le matin je mange du pain, du pur et de la confiture. le matin je mange du pain, du pur et de la confiture. في الصباح انا اكل الخبز والزبدة والمربى. Je ne mange pas tout le pain, tout le beurre et toute la confiture, mais
une partie de pain, un peu de beurre et un peu de la confiture. يعني ما باكل كل الخبز وكل الزبدة وكل المربى أنا باكل قطعة من الخبز شوية زبدة وشوية مربى مثال تاني Le soir, je mange du poulet, du riz ou des pâtes et je bois de l'eau ou du jus de fruits. Le soir, je mange du poulet, du riz ou des pâtes et je bois de l'eau ou du jus de fruits. Film ça, on a col dajaj ou l'arroz ou le macaron. وأشرب الماء أو عصير الفاكهة يعني بأكل شوية دجاج ممكن شوية رز شوية مكرونة بشرب ماء أو عصير فاكهة بالنسبة للغة العربية نفس المعنى يعني هنا بالنسبة لنا باللغة العربية نحن نفس الشيء بنستخدم بنعرف الشغلة وقت أكل الدجاج بالمطلق بالشغلات العامة مو معناته أكلت الدجاج كله أو الدجاجة كلها أكلت جزء من هالدجاج هلا ننتقل لمتى نستخدم الد نستخدم الد سواء كانت الكلمة اللي وراها مذكر أو مؤنث أو جمع بالحالات التالية يعني إحنا شفنا حال نستخدم د د لا د بس نستخدم أحيانا الد بس مهما كانت الكلمة اللي وراها سواء كانت مذكر مؤنث أو جمع بالحالات التالية تعبير الكمية إذا كان عندي مصطلح أو تعبير للكمية اللي هنا les expressions de quantité أو وقت يكون في عندي نفي la négation أول شيء رح نبتدي مع تعبير الكمية les expressions de quantité اللي هنا دائما وراهن بنستخدم de de e واللي هنا un peu de un peu de قليل من trop de trop de الكثير من أو زيادة من beaucoup de الكثير من assez de أو كافي أو ما يكفي من un morceau de قطعة من un paquet de حزمة أو ربطة من un kilo de un kilo de كيلو من وقت نستخدم أي من هاي التعابير تبعوت الكمية وراها ما في داعي لحتى نكتب de la أو du أو de سواء كان مذكر جمع مذكر مفرد المؤنث مفرد أو المؤنث جمع بكل الحالات نستخدم de بس مثال عليها J'ai mangé un morceau de poulet et un peu de salade. J'ai mangé un morceau de poulet et un peu de salade. أكلت قطعة من الدجاج وقليل من السلطة. مثال تاني. Je veux boire une tasse de thé vert. Je veux boire une tasse de thé vert. أريد أن أشرب كوب من الشاي الأخضر. النفي. La négation. بالنسبة للنفي مثل ما قلنا دايما ورا النفي سواء كان مذكر مؤنث جمع أو مفرد منحط de فمنشوف عليه مثال Il y a du pain Il y a du pain هناك خبز أو يوجد خبز Il n'y a pas du pain Il n'y a pas du pain بعد النفي دايما نستخدم de Je veux des fruits. Je veux des fruits. أريد فواكه. جمع هون. Je ne veux pas de fruits. Je ne veux pas de fruits. لا أريد الفاكهة. أو لا أريد فاكهة. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم عن les articles partitifs بتمنى الدرس يكون بسيط وشرحه واضح مشان تقدروا تعرفوا مظبوط إمتى بنستخدم les articles partitifs كيف بنستخدمهم وإمتى بنستخدم الدو بس إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح بتمنى تحطوه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه الجمل اللي أخذناهن اليوم
كلياتهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سيلينجو، راح احط لكم الرابط بصندوق الوصف لتقدروا تضيفوهم لجداولكم على الموقع. اذا ما كان عندكم حساب اعملوا حساب وضيفوهم عشان تقدروا تدرسون. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم الفيديوهات اول باول. بتشكركم على المتابعة، الى اللقاء.